في خريف كل عام تتكرر ذات المشاهد، والمواطن يعاني ذات المعاناة من قفل للمجاري وسوء تصريف والمياه الراكدة في الشوارع والميادين. فبالرغم من التأكيدات التي أطلقتها السلطات لدرء آثار الخريف في هذا العام إلى أن فضحته أول أمطار الخريف، فكيف ينظر المواطن لهذه الاستعدادات وما هو المطلوب؟ فلنتابع. المشاكل بتاعت الخريف هي مشاكل في الخيران الرئيسية، يعني الخيران بتأدي إلى البحر بالذات، لأنها هي بتطلع الموية من الأحياء، ده مجهود من المحلية. المحلية إذا ما توفرت للعمال ذاته مواهيم وحوافزهم وفي آليات مفروض تطلع لهم في موسم زي ده، لكونه نعمل شنو؟ إنه يقدر شنو يشتغلوا بمجهود، يعني في إيجابيات بتدي إنه نزول بيقدر يشتغل، حتى إنه المرتب ما بيحل المشكلة، أنا ممكن أجي في يومين أشيل لي ورنيك مرة دي وأمشي. لكن هنا واجبي ما اديته، لازم يكون في مجهود من شنو؟ من اعلى من المحليه، الجهات اللي اعلى منها هنا توفر للمحليه الاليات دايره جاز، يعني حتى هم دارين العمال البسطة ديل دارين حوافز، دارين نسريات، دارين فطور، دارين حياه، دي كلها ما في ايجابيات. دور المواطن اكبر من المحليه، اذا المواطن اي زول فيهم قام فتح جنبيته وردم جنبيته وردميه صح وما انه يدور جاره، دي بتادي الى شنو؟ الى تماسك بين المحليه، دور المحليه هنا بيكون صغير جدا جدا، انها تفتح الخيران الكبير. لكن اذا اصلا في الاحياء ذاته مقفله من نفسها، معناته المحليه ما حتقدر تعمل حاجه. انا ما ممكن محليه اجي افتح لك بيت مواطن، لانه في ناس الحفره من بيته اللي برا ما دار يفتحها، دي حاجه بسيطه جدا ما بتكلفك حاجه. الشارع اي زول مزول في الشارع، الشارع ده ما بتاع محليه، بتاع المواطن عامه. اي زول في المفروض في شارع بيته المفروض ينظف، المفروض يفتح المويه تمشي، دي حاجه من الطبيعه. اساسا ما في حاجه ملموسه عملت المحليه، ما في، يعني واقعنا بيقول لا وجود لمحليات، الشوارع مقفله، لو جات رشه بس بتبوظ الوطه كلها. المحليات دي دوره بس جبايات من المواطن بس، لكن شيء ملموس، فتحت شوارع، عملت مصارف، ما في شيء. شيء بديهي، استعداد الخريف دي بتبدا قبل الخريف باربع شهور خمسة شهور، فتح المصارف، عمل منافذ لصرف المياه، توجيه الامطار دي ما بتجي عند ايام معينه وفصول معينه وشهور معينه بتنزل فيها، مفترض تكون بديهي. المحليه دي عندها دوره وعندها مطالب المفترض تقوم بها. ما بعرف المحليه دي بيشوفها يافطات بس في المدينه بس، لكن في وجودها ما في شغل. المحلية والله العظيم لما بقولوا ما شايفه شغله، يعني جو حفروا المجرى ومرجوا خلوا الوساخة مردومة في محلها، جات المطر ما شاء الله جات رجعت قفلت المجرى تاني في محله. ونحن زادوا نشيد المواطنين زادوا، يعني حتى المواطن زادوا المفروض ذاته يعني ينظف، يعني المجرى جنبيته المفروض ينظف، ما شرط تكون المحلية، نحن كمان نظفنا نفسنا زادت ما نظف المحلية ذاته، يعني برا كده ما بتعمل حاجة. نعم جات فتحت المجرى وسوت ويحي ومشت، لكن هي الوساخة في محلها ولا في. هسه انا بتكلم عن المويه زادت، حس الخريف المجري جاء المره فاتت الاكياس كلها رجعت محلها. الاستعداد المفروض يكون من وقت مبكر، ما يحل علينا الخريف ونحن نبدا باستعدادات، كذا ما عملنا اي حاجه. ثانيا التقصير اولا من المواطن، لانه يرمي الاوساخ في المصارف المياه، تتراكم منذ فتره من الصيف لحد ما يجي الخريف، المحليات ما بتقدر يعني تعمل يعني عمل كبير زي ده. ما في استعدادات، نحن بنتكلم انه الاستعدادات دي بقوا ناس الحي برام، لكن مفروض المحليه من قبل شهر شهرين هي تجي تبدا بالحاجات دي، تفتح المجاري وده لحد تاريخ اليوم ما في مجرى اتفتح، المويه كلها والوساخ طبعا مرده من العز سبحان الله قاعده، وعليها جات الامطار سد الزياده كويس، يعني حاسه ما في، حاسه لو جبت الشوارع دي كلها ما في اي نظافه وما في اي شيء نهائي، وبانه دي المحليه هنا من هنا يعني كل 10 خطوات شايف الشغله دي برا، يعني حاسه ده سوق، يعني شوف الاوساخ اللي جنبه دي المفروض يكون متنظف، يعني ذات المواطن البيئه يكون نظيف والمواطن عايش كويس، حاسه ده محل خضار ومحل لحمه ومحل هنا براك، شفت الوسخ اللي فيه ها؟
تقوم بدورة تنظف نظافة يوميا ولا بعد اسبوع ولا اسبوعين. حسي هذا من جل الخريف ده ما في زول شال له حاجة ولا عربية جات ولا ايش ما في نهاية. بهذا أعزائي المشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية مجلة معايش الأسبوعية. يمكنكم متابعة حلقات مجلة معايش على قناتنا في اليوتيوب سودانية 24 تي في ومتابعة كافة أخباره وكواليس البرنامج على صفحاتنا في فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتليجرام. لقاؤنا لا شك يتجدد معكم الأسبوع المقبل وجولة جديدة مع معايش الناس. إلى اللقاء.